روادها كبار الشخصيات العراقية، كانت المحطة التحضيرية لأي مشروع سياسي في العراق منطلقاً للأحرار وملاذاً آمناً للثوريين ضد الأنظمة المتعاقبة. مكتبة الفلفلي تاريخ وعراقة. أقدم مكتبة عراقية مفتوحة توارثها عائلة الفلفلي منذ الثلاثينات القرن الماضي. الوريث الشرعي يروي تفاصيل تأسيسها. مكتبة الفلفلي مكتبة المعروفة بمكتبة الزوراء، أسسها والدي المرحوم حسين الفلفلي في 1930. مكتبة اشتهرت في استيرادها للكتب من كافة دول الجوار، مصر، سوريا، وكانت تعتبر مركز ثقافي يجتمع بأكثر الأدباء. حتى المستشرقين ماسينيون اللي هو معروف عالمياً زار المكتبة، وغيره من المكتبة الشعراء المصريين هم كانت في مهرجانات المربد يزورون المكتبة. المكتبة نشرت وحد تشوف في هذا الأرشيف الصوري عن العراق وعن كل ما يحيط الثقافة العراقية، الأرشيف السياسي، الفني، الثقافي، التراثي. هنا كانت تدار جميع الانقلابات والمؤامرات. طريقة التواصل بين الانقلابيين معقدة وغريبة. المكتبة كان يعتمد عليها الأحزاب السياسية، كانوا يوصلون تبليغاتهم عن طريق المكتبة بطريقة أنه يضع التبليغ داخل كتاب ويتفق مع الشخص أنه وضعت لك فلان شيء في فلان كتاب، فهو من يجي يتبضع من المكتبة يأخذ التبليغ ويروح. هذه كانت فد وسيلة يستخدموها السياسيين لأن كمكتبة معروفة وكمكتبة يعني مشهورة في بغداد. عندي كتاب أني والمتحف العراقي موجود عندنا في ومكتبة كامبريدج اللي هي موجودة اللي اشترتها من مزاد ساوثبي في 1999، اشترتها بمبلغ كلش خيالي 7800 باوند. رحلة قام بها فيليكس جونز البريطاني اللي مسح العراق وهيئ المعلومات للجيش البريطاني قبل أن يحتل العراق في 1917. هذا الكتاب نادر جدا، أكثر من 500 صفحة، يحتوي على خرائط ويحتوي على رسومات ملونة باليد. وتحتفظ مكتبة الفلفلي بإصدارات كتب نفيسة ومخطوطات قديمة تمثل هوية هذه المكتبة. من بغداد، هبة تميمي، هنا القاهرة عاصمة الخبر.